في الحلقة اللي فاتت ايتور حقق وعده ليا وسمح لي ان انا اوصل وسط المدينة وفتح لي النفق عشان اوصل هناك، طبعا بعد ما جبت له القاتل بتاع القائد بتاعه او مشتبه فيها اللي هو اخو صوفي الصغير، الشخصية اللزجة الملزقة دي، ومسكوه وقبضوا عليه وكل حاجة. فالراجل عشان يحقق وعده قام سامح لي يعدي في الأنفاق، وكانت يعني حلقة فيها ضغط نفسي وفي غاية الرعب الحلقة اللي فاتت. لو ما شفتوهاش أنصحكم ترجعوا تشوفوها. معاكم أحمد بهجت جيمرز أند جنتلمان، قد فرجني وأنا استأنف المزيد من لعبة داينج لايت 2، ونشوف إيه اللي هيحصل في هذه الحلقة بعد ما أبو عجوب عرفت أهرب من النفق أو الأنفاق ديت. كانت فيها ضغط نفسي رهيب يا جماعة، وأنقذتني واحدة اسمها اندرسون تقريبا، وبعدين طلعت لقيت هي مزنوقه كمان، فالمفروض دلوقتي هروح انقذها في هذا الفيديو. هنشوف بقى هننقذها ازاي. ما تنسوش الاشتراك لو مش مشتركين واللايكات العريفه يا شباب، وهي بقى نستأنف ولا لا. طبعا دي الجثه بتاعت اخو اهو، اخو صوفي. مش عارف علاقتي بصوفي تبقى عامله ازاي دلوقتي. صوفي اصلا اختفت تماما من ساعة ما رحت خدت السايد بتاع ايتور. تعال بقى نروح ننقذ اندرسون. هي مكانها منين؟ من هنا كده طبعا، مفيش مكان اخرج منه من هنا، لازم انزل تحت على الارض. وانا ممكن اتزحلق وانزل هنا صح؟ اوه ممكن انزل في جرب الشوت. ماشي ماليش دعوة بيك ولا اعرفك. Anderson, I'm getting close. I'll be there soon. Okay. Anderson, talk to me. Like what? Like, why did you join the PKs? I had a little sister, Olivia. One day she disappeared. She and her friend. One minute they were there and then... We just couldn't find them. Never found the bodies or anything. She was 7 at the time. I was 14. Soon, I heard rumors about the GRE abducting kids for tests. And the army covering it up. So, as soon as I could, I enlisted with the PK. Because they hated the army and the GRE just as I did. And that's that. Okay, Aiden. Listen to me. Each exit has an emergency power supply. Look for the backup generators. And hurry. I don't think I have much time. Okay. Okay, نروح بقى نلحقها ونخزها. هنخش لها منين دي بقى؟ من هنا. Anderson, talk to me. Just hurry up. I'm doing my best. Hold on. شغل الجنريتور. ضبط الكابل. Okay. نعمل ايه المفروض دول؟ نعمل فيهم حاجة. انت هتضربني ازاي بقى؟ ده المفروض نديله نملتفه او نفجره. تعال نجرب نفجره كده يا جماعة. سعر الله التفجير ينفع؟ من هنا مثلا كده. اوكي ده ديستراكشن. بسرعة الأعداء قريبون. اوكي لازم نتخلص منهم. نديهم ملتوف بقى. اجري بسرعة اجري بسرعة. تعالى كده هات ملتوف اعتب عليهم. تتاخد دي انت ليه واحدة كده؟
انتوا اتنين يا نهار ازرق. طب ايه سكاكين ولا ايه؟ طيب بسرعة كده نسكن فيهم شوية. ده مش حاجة السكينة يا جماعة، دي بتزغزغوا بس. طب ده بيتضرب ازاي ده؟ ما جاتش. هو بيصدها؟ نكرافت، ممكن نكرافت مولتوف تاني. طيب نصنعها ازاي؟ تعالوا كده الصناعة. مولتوف واحدة بس، ممكن اعمل تلاتة اخري كده. طيب تعال نجمع دول نديهم مولتوف، نجمعهم حوالين البتاع. شوف الفكرة دي، تعالوا نجمعهم، نجمعكم هنا. تعالوا يا باشا، طب ده يتضرب ازاي ده يا جماعة؟ اضربه ازاي ده؟ سلو، هي بتقول هي سلو. ما انتهز الفرصة. طب نختار السلاح العدل. طيب انهي سلاح ده؟ ده 27، ده 30، خلينا ناخد ده مثلا ولا ده؟ هو ده. اهرب، دي الهاربون. موت انت، اهرب. قلتوه في انتوا الاثنين. انا معيش مولتوف تاني صح؟ كان اخر واحده كنت عايز ارميها جنب الدجون. منين دول؟ ابعد. عشان ايه نظبط الكلام. لا مش ده يا ساتر، فين الدواء؟ طيب ناخد دي. عبارة عن كام زومبي في بعض؟ عايز اعرف. طيب راح. طبعا مش صعب قوي يعني. يلا يا اهبل. It's too slow. حلو. خلاص؟ خلصناهم؟ يلا. أعضاء خربين. اختي!
روح. سلاح تلف خلاص. يلا I'll be there soon. Just hold on. Anderson, I'm almost there. I'm close. Anderson, answer me. Oh, fuck. ردي. بتولع فيهم اصلا. هو ليه كوبيز كلهم الزومبيز كوبيز كانوا من بعض؟ اتحولت. اخس. لا حول ولا قوة الا بالله. راحت اندرسون. دي اللي انقذت حياتي يا جماعة. لازم تموت لازم. God, you saved my life, Anderson. Thank you. Sleep well. حتى حزينة بصراحة في اللعبة يا جماعة. دي كانت ناس كويسة قبل كده في يوم ما. طب المفروض نعمل ايه بقى؟ عشان انا حاسس بالحزن بصراحة. هي ادتني الدواء اللي انقذني وكان المفروض هي محتاجه اكتر مني لما اتحبست في الاسانسير عشان ما تتحولش. معلش. معلش. طيب المفروض بروح. المفروض مطلوب مني دلوقتي نعثر على هيكون الندل. هو بالنسبه لي ندل لغايه دلوقتي بغض النظر يعني الغايب حاجته معاه بس هو كان حموتني. انا كنت هموت بسببه. نروح في هذا الاتجاه. فوق العربية. ندفع من جنبها. ماشي. Aiden. I'm here. Is Anderson with you? Well, I'm sorry. She's gone, Aider. She saved my life. Who's responsible? The freaks from the bazaar. No, it just happened. We have to take the windmill back, so I sent troops to the bazaar. We'll put the savages in order. I'm told that the explosions blocked the tunnel, Aiden. I'm sorry. Getting to the center will have to wait. Yeah, that's all right. I need to get something back first. طيب تعال نحط النقطة اللي عندنا زيادة. ده بتعمل ايه دي؟ استخدم اي حاجة للقفز منه والبلوغ مدى اكبر. انقر L1 اثناء قفز فوق مانع للتنفيذ. L1 انا بدوس بنط بR1 وعايز ندوس L1 معاها. طيب نجرب. نوفر على هيكون. فين على بعد قد ايه هيكون ده؟ 300 متر. Aiden, you're alive. No thanks to you. The people from the bazaar. They've gone totally apeshit, Aiden. They're massacring the PKs. They almost got me too. I'll come get you. No need. Got the GRE key? I got everything we need, amigo. Come to Sarah and Yana's. The tunnel to the center is blocked. I got another idea. Hurry up. مليان ناس جوه. ده مش هينفع ادخل.
حلو الحركة دي. تطلع تطلع انزل 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 اطلع هنا. طيب هنا، طب في حاجة على الروف هنا ممكن اخدها قبل ما ادخل؟ اوكي. هاكار. You're finally here. Let's go. When Yana heard you were coming, she grabbed Sarah and they left. Seems they weren't too fond of you. اوف اوه فاكينج هيل اه كام داون ليت مي سي ليت مي سي او هيل فاك ويت او هيل شو مي ريلاكس يو غانا بول ثرو واتس ذات ذا ووند فروم ذا لازاروس يو سي يو كيلد لوكاس اف نوت فور ذوز براس نوكلز وود اونلي توك ا فيو سكندز تو دو ذا جوب. I thought he was a better fighter. Ah! The fuck are you saying? No point denying it with this wound, right? So you carved out his tattoo and planted it on Barney. Waltz, he ordered the kill. You're working with Waltz and you didn't tell me? You piece of shit. Oh, you don't get it, kid. Waltz would have killed me, you see, like he killed Dylan. And anyone who defies him. I have to get out of here, get it? I couldn't have told you. Why? You know he's the one who tortured me in the past. I didn't tell you in order to protect you. So what if you find out something about your sister? Waltz will kill you. Where is he? Ah, fuck! Where is Waltz? Supposed to meet him under the electric car factory in the GRE tunnel. Hey, then I'm fucking dead here, understand? They're gonna kill me. You'd leave me. You'd leave me now. Give me back the GRE key, Hakon. هي بص، هي الحياة هنا بتجبر الواحد ان هو يعمل حاجات مش عايزها، ولازم اكون انا وايز عشان اعرف اخد قرار زي ده. فانا لو سبته يموت، هو سابني يموت اوريدي، بس انا اقدر اساعده، هو ما كانش يقدر يساعدني حتى كنا محبوسين. فانا لا هساعده. I should leave you to die for what you did. مفروض Why wouldn't you? I'm gonna find that sniper first. Really? You do that for me? A life for a life. After that, we're fucking done. Oh, كمان هو أنقذ حياتي. بالظبط. Life for a life. Fair enough. أنا ما كنتش فاكر الموضوع اللي هو أنقذ حياتي في الأول ده. Goddamn sniper. No, nothing. Use your binoculars. Shut up. I'm done listening to your sage advice. I use the binoculars, you know. Listen, I know, I fucked up. Let's leave it at that. طيب وطرد القناص. Those bolts fly far and fast. مهمة قفة مهمة. Find something to hide behind. Tell me something I don't already know, Hakon. I'll get like that. What hatch? Mesh. I'll give you say that, bah. Bah, the stamina the binoculars, the MOL. Ah, لما طلعتها ضربني. ما
مش كله بيقدرش يتحرك بالبينوكلرز او هنا. اوكي وانا يعني ما اقدرش انا ببص كده من منظار او البينوكلرز اللي هو يعني يتحرك، لازم اتحرك يمين وشمال بس، انما هو جسمه كله نفسه ما بيتحركش. تعال نكتشف دي مره كمان. فين؟ ماشي، محطه كهرباء. ننزل بقى من هنا. دي بتتنزل فيها يا جماعه صح؟ يا اختي انا استعمل دواء. طيب اهرب. لازينا. هجيبك برضو. سأدركك أينما كنت. ممكن ننزل من هنا. كان بيطلع بإيه باين؟ بيطلع بالدايرة ولا بينزل قدام؟ نسيت. ماشي. ده كله شائك. وبيان زومبيز جوه. ولعة. المكان ده غريب وكله كيمياء. فك. كان عم الشيت داك. ران بوي. ران. اروح منين؟ ما ينفعش. اطلع على دي. ماشي. ايوه اهي. بريس جات ان ايجل اي. من هنا. I see him, Aiden. He's sticking to the roof. Go. تعالى من هنا. ايوه اوعى تقع. يا نهار ازرق. Watch out for all the chemical waste. I got eyes, Hakon. تعالى بس نتعالج بسرعه كده. انا كنت طلعت منين؟ هي طيب. مش هيجيبها مش هيجيبها. بتفتح ده بالمرة بقى طالما انا وصلت له. اهرب من الحتة ازاي طيب؟ ده مش حل غير هنا. على دي اطلع مباشرة. ده هنا. ايوه
ابن اللذينة. Shit, he dropped the ladder. Well, so much for surprise. We figured something out. ايه في فكر ايه طيب؟ اثر على طريق مختلف الى الاعلى. For now, yes. I gotta get behind him somehow. من فين بقى؟ الحته دي يا ولاد اللذينه. انا هطلع انا زي كده. Fucking William Tell. Forget to be like that. Who else wants to kill you, Hakon? Ader, the PKs. I lost track ages ago. اوعى تقع. انزل هنا. طيب. نعيد الكرة. من هنا كده هنجرب ملعب كده. اوكي بيدي بوست. وانا مفيش بوست والله. ممكن اعملها بس يعني في سلم انا ممكن اطلع عليه على طول. روح. ايوه تعالى كده. 3 2 1 هوب. في نحله. سامع صوت نحله. غني يا جماعة. نطلع منين بقى؟ مفيش شبابيك هنا. سك. دي هطلع عليها وبعدين طيب. ما ينفعش اصلا اطلع من هنا. ماشي. حاضر. هوب هوب. مفيش غير دي. هوب هوب. عيان عليك يا ابني على باركورك يا right. Wah. Got you, fucker. What? Those. Hey. Why are you protecting that asshole? Who sent you? Fucking Santa Claus. This has nothing to do with you. Oi. You gotta pick your friends better. Idi, saw some better the only. هي دبستني في الارض تقريبا. لا دي Is this about killing Lucas or tell Hakon that it's not over yet. يا بنت اللذينة انا عايز الاختراع اللي معاكي ده يا بنت. مهارة قتال. نفذ هجوما قويا من شانه والحاق ضرر اضافي مقاطعة هجمات الأعداء وتصدياتهم. ده جامد ده برضه. الحاجات دي مفتوحة بقى ولا إيه؟ مش مفتوحة. أنا عايز أعرف هو بتدوس على حاجة طيب ولا إيه؟ اضغط باستمرار ثم أفلت R2 للتنفيذ. ماشي. Hakon, you still alive? My meter's still running. Hakon, she got away. But you're safe. For now. She. Those women. Fuck. Yeah, and I don't think she likes you. That sounded personal. Personal, huh? Doesn't usually narrow it down. But I know who it is. Watch out for her, Eden. She's one of the most dangerous people you'll ever meet. Noted. Now I'm going to the central loop. Beware of Waltz, Eden.
Renegades have appeared all over the center, and he's working with them. He's looking for the key you've got. I'm done listening to your advice. Aider. Aider, come in. Aiden, tell me what's going on. Oh, you have no idea. Barney and Sophie, they didn't kill Lucas. Hakon did. What? How? Waltz had him do it. And that completes my part of our deal. Your turn. Wait. Aiden, did you see Waltz? You know Waltz. Where he's hiding? He's at the old car factory. So we're gonna meet there. Waltz is bloody dangerous, Aiden. He's a renegade. We have to get him. And what about the central loop? The central loop will stay put. Waltz won't. Trust me. I'll see you at the factory. I'll see you in the factory. What do you know about Waltz? Not much. I heard that years ago he got kicked out of the GRE for running illegal experiments. Now he's the butcher's right hand. We've been looking for him, sure. Been looking for many of them, but maybe something changed and Waltz climbed the ranks. Why did he want Lucas dead? That's gonna be the first thing I'll ask once we get to him. طب انا ازاي اطلع المكان ده يا جماعه؟ الدنيا كمان هتليل. هو عايزني اروح هنا اصلا الحته دي. حاسو كيميكال. الارض كلها كيمياء هنا. بقى لازم اصلا انزل هنا دلوقتي على الاقل واشوف بقى اعمل ايه تحت. دي هتنزلني هنا في الحته دي في صناديق الزباله. اطلع بقى اجري. طب ممكن اجري من هنا. ده في ناس بيضربوهم. طب ممكن انزل بقى معاهم اساعدهم. تعال بقى. انتوا ضدي برضو؟ انا كنت لازم اساعدكم يا عم. وانا عايز اعدي من هنا. ما قداميش حل غير انط بقى. طيب نجري بقى نروح للولا لايتور. دوستش عليها. ماما اروح حته دي من المدينه تقريبا. مكان مفتوح كده. ده ديب هول. سلم هنا. طيب انا ممكن انط من فوق بس والدنيا خلاص ليلت. ممكن اطلع من هنا. معرفش ايه اللي فعصته ده بس ماشي. Danny. Aider, I'm outside the tunnel that leads to the car factory. The entrance is closed. I'll climb up and try entering from the roof. Be careful. Waltz is extremely dangerous. I know. I'll try and open the gate. مصنع دينامو للسيارات. اوكي.
واضح المكان ده بتطلع عليه من هنا. مش عارف دي هتوديني فين بس قشطه يعني انا ماشي معاها. هنا هنا وبعدين فين بقى؟ هنا امسك. ايوه اوكي روح. قشطة في زومبيز جوا برضو. Ader, it worked. I'm inside. Ader, I'm inside. Okay, we're almost there. Look around for generators. The military always brought them for backup power. Get a generator working and the gate should open. What the? هذا ضخم موجود جوه. حوار جديد ده مش ضخم. مين انت؟ Just what I needed. الله 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 الله. وده في ده بس ولا ايه؟ يا ابن الذين تعال بخبط في البتاع. تعال كده. ايوه اي ايوه البس البس اي ماشي. عرفنا التفادي بتاعه عامل ازاي. نخش نتفادى تاني. انا مش شايف حاجة. انا جيت هنا ازاي؟ هو ده؟ تعال نشوف الأسلحة بتاعتنا من بره كده. نقف على دي كده. اديله السكاكين. والأسلحة فين؟ سيف. واو ذا باد جيرل. كاتانا 41 ممتاز. تعالى بقى هو فين؟ مش عارف ازاي دخلت هنا بس ماشي. تعال يا ابني اضربه بالسيف يا ابني. ماشي ده هو جيك خلاني اكمل الضربه بتاعتي عليه. يعني انا ضربته ضربه قبل كده وما ماتش بس يعني كمل الدمج. قصدي ما عادش من الاول يعني والحمد لله. Check the other exit and head down the tunnel. Walls should be close. Okay, we're doing this. Good job, soldier.
Ader! Ader! Soldier. The Metro base, it's under attack. It's the Bazaar. They're... What the fuck? يا نهار أزرق. اللي حصل؟ We gotta get the power back on. Probably blew a fuse. There must be a fuse box here somewhere. Hey! Come on. Fuck me, what a mess. Try to find it. There should be a utility room nearby. I told you to stay outside. You're not the fucking commander. Gentlemen, Waltz might be here. Focus for fuck's sake. We're waiting, hey. شغل المولد، شغلنا المولد. والتز اعثر على غرفة المرافق واستعد الطاقة. ماشي، اديني بس الحاجات دي الاول. انا مش خدت الكلام ده، هو ده لسه فيه. ده مش فاتح ليه؟ هنعدي من هنا؟ ينفع؟ ممكن من فوق؟ هو مش عارف فين؟ 62 متر، ده بعيد. ممكن جوه بقى. كل ده عشان علبة سجاير؟ ماشي. الباب ده مغلق. في باب تاني هنا تقريبا. في غرفة تانية هنا جوه. Hepa, do you have anything? There are some wires, but it's all flooded. This doesn't look good, Lieutenant. من هنا من هنا من هنا. Equipment's been shut down for 15 years. أيوة. Keep looking. Hopefully that's not the reason for the short circuit. Someone was here. They yanked out the cord. Mesh. The next time I do a fresh deal, eh? Oh. حد كان هنا ورجليه اهي. واضح انه نزل تحت او مشي على الحيطه، معرفش. من هنا. Hakon been through here. I barely made it this far. Damn. Someone must have locked that door. نجرب من تحت. ما بصيتش تقريبا. مفيش حاجة من تحت هنا يا جماعة. في فتحة اهي. عدي عدي. خش خش. ايوة. بعدين نطلع هنا. خش هنا. خش خش. ايوه. Hey, somebody's in here. It's him! Get him!
مين؟ والتز؟ طب اديني حاجة. طيب مالينا غنيمة ايه؟ هدي Jack Matt's leash. Save it for your trial, just before they cut your head off. Do you really think that's how this is going to play out, Lieutenant? Lucas's death was just the beginning. You admit you had him killed. Take him. Why does his death bother you? You're not enjoying your new role. New status, new challenges, new possibilities. Don't I deserve a thank you for making this possible? Nicely put. Now enough of your crap. Cuff him, Pepper. I'm glad you finally joined us. Shut up, Walt. Now, give back what you stole from me. Give back the key boy, or you will all die. Fuck! Pepper! What are you waiting for? Kill him! Howell? يا نهار ازرق، ايه ده؟ You're gonna pay for what you've done. A little boy wants to pretend he's a grown-up, but he's no grown-up, just a precious little boy. Oi. خدم مفتاح ده الشخص اللي غالبا قتل الميدياتور او الوسيط اللي انا قابلته في الاول خالص، غالبا هو اللي هو كان عايز منه المفتاح برضه. والتز انا صح من النوم عشان اتضرب على طول كده. ايه اللي بيحصل لي ده؟ اوبا با 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 What the hell؟ بلا سيف بلا بتاع، ايه اللي حصل لي بقى؟ بالظبط what the hell is I had it found it what's happening to me what happened here I'm in the car factory over the key Walt has the GRE key this is it Walt I'm coming for you طيب عقبال ما نكمل والتز بقى نتوقف عند هذا الحد من الفيديو يا شباب. انا شايف ان احنا عملنا شوت حلو في اللعبه وفي القصه وتقدمنا تقدم لطيف، وطبعا مفاجاه كبيره جدا اللي حصلت دي، وانا مش عارف برضو ايتور حصل له حاجه ولا ما حصلوش، يعني هو قام مشي ولا لا؟ لو قام مشي سابني ليه لوحدي واقع على الارض في وسط الجثث دي اللي انا فرمتهم فرما من شويه. وربع شباب كوستا بتاعته المشاهدة. كان معاكم احمد بكت جيمرز اند جنتلمان، واشوفكم فيديو جاي، وهنشوف بقى لما نقابل والتز ونحاول نراجع المفتاح بتاعنا تاني عشان نعرف نوصل لوسط البلد. ومع السلامه.